مشاهدينا، وللحديث أكثر عن نفوذ الصين الاقتصادي في العراق والدور الإيراني فيه، معنا من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا، مساء الخير ورمضان كريم لكم جميعا. شكرا لكم دكتور. يعني ما حقيقة الرغبة الصينية في الوجود بالاقتصاد العراقي؟ موقع أويل برايس الأمريكي يتحدث عن منح الصين امتيازات نفطية في إطار جولة التراخيص الخامسة بحسب وزارة النفط الحالية. لماذا تريد الصين الدخول إلى هذا المجال؟ الصين تريد الدخول إلى هذا المجال لوجود احتياطي نفط كبير بالعراق، وهذا الموضوع بدأ من زمن العبادي. وعندما زار الصين كذلك عادل عبد المهدي قام بتوقيع اتفاقية حول هذا الموضوع، واستمر التعاون منذ ذاك الزمن. لكن تأخير التوقيع على الاتفاقية بسبب بعض المشاكل السياسية وبعض الإجراءات السياسية وبعض الجهات السياسية التي لم تكن راغبة. بحقيقة الأمر أن الصين توسع نشاطها في دول الشرق الأوسط منذ أكثر من 10 سنوات، وفي دول العربية بالذات. بخصوص العراق بالنسبة إلى جولة التراخيص، طبعا هناك كثير من الآراء. قسم يقول أن جولة التراخيص الخامسة هي ليست في صالح العراق، وقسم آخر يقول أنه بالعكس جولة التراخيص هي في صالح العراق. طيب، المشاريع الصينية التي تنوي إقامتها في العراق، مشاريع النفطية، بدأت منذ أكثر من 4 سنوات، وهي بمسألة أولا بناء مصفى كربلاء، بناء مصنع الغاز في ميسان، كذلك في القرن واحد، ومشاريع أخرى كذلك بالناصرية وهلم جرى. ومن ضمن الاتفاقية كذلك بناء ما لا يقل عن 1000 مدرسة. طبعا هذا الموضوع سوف تكون تعويض الجانب الصيني بالمنتجات النفطية، ليس فقط بالنفط الخام، وإنما كذلك حتى بالعقد حسب ما عرفت أنه يقال منتجات نفطية، يعني بمعنى أنه بإمكاننا أن نطور صناعة البتروكيماويات لتصدير منتجات بتروكيماوية، والتي سعرها أفضل وأحسن من النفط الخام العراقي. طيب، هذا القرار الصيني بالدخول أكثر إلى الاقتصاد العراقي، هل تعتقد بوجود مصالح للعراق ضمن هذه العقود، عقود الاستثمار التي ستمنح لبكين؟ أنا باعتقادي توجد مصالح، طبعا حسب ما قلت لك أنا هناك آراء مختلفة. لماذا؟ لأنه الاتفاقية الصينية العراقية لم تنشر في جريدة الوقائع العراقية، ولا يطلع عليها الشعب العراقي أو الجهات المسؤولة في هذا المجال والجهات الاقتصادية من أجل قراءتها ومعرفتها وتحليل كل فقرة فيها وكل موضوع فيها، يعني من باب الشفافية حتى نطلع عليها اطلاعا كاملا، ولا يتم كذلك فرصة للجهة الأخرى بالضرب في هذه الاتفاقية. من حيث الواقع أن كل اتفاقية يعقدها العراق مع الصين هي صالح العراق لو نفذت بشكل سليم وجيد لصالح الشعب، ولم يدخلها الفساد. طيب، هنا أيضا الخبراء يتحدثون عن دور إيراني في إتمام صفقات اقتصادية للصين داخل العراق. ما مدى حاجة إيران لقوة الصين الاقتصادية والسياسية داخل العراق؟ أنا أقول هناك طبعا شوف أكو توجه لإقامة محاور اقتصادية في العالم وبالذات في الشرق الأوسط. الصين، إيران، السعودية، روسيا، وحتى يمكن ادخال بها كذلك الإمارات العربية المتحدة. إذا هذه التحولات التي حدثت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن أجل كذلك استعمال اليوان الصيني في دفع الأثمان التجارية لمشتريات المنتجات الصينية، وكذلك بالنسبة للعراق. إذا هاي المسألة أنه الخروج من عباءة الدولار وتصبح المبادرات التجارية بالعملات الوطنية، يعني الخروج من منطقة الدولار وإنما التوجه إلى العلاقات المباشرة بين اليوان الصيني مثلا
وبين الدينار العراقي، بين اليوان الصيني والروبية الهندية أو الريال السعودي أو الدرهم الخليجي الإماراتي وأهل المجرى. نعم. طيب هل ستسمح أمريكا، هل ستسمح واشنطن للعراق بأن يتم التعامل مع الصين أو مع هذا المحور الجديد إيران روسيا والصين بهذه الطريقة؟ بدون شك طبعا سوف تقف بالضبط من ذلك. نعم. سوف تضرب المصالح الأمريكية. لو نأخذ الآن نحلل الوضع بالعالم، النفط الروسي يصل إلى الهند والصين، والهند تبيع النفط إلى ألمانيا. يعني هذا واقع الآن أشوفه أنا بالفضائيات العالمية. النفط والغاز الروسي يذهب إلى الهند، والهند تبيع النفط والغاز الروسي إلى ألمانيا. شوف الآن المحاور كيف بدأت، والهند تبيع هذا النفط الروسي إلى ألمانيا بأسعار عالية أكثر مما أسعار روسيا إلى ألمانيا. أنت شوف الآن المحاور كيف تكون بالعالم الآن، وخصوصا المحاور الشرق الأدنى، يعني الصين، الهند، وحتى دول الخليج العربي مع السعودية والإمارات. الآن اصطفافات جديدة. هل العراق يعتبر جزء من هذا المحور؟ نعم. هل نستطيع أن نقول العراق هو جزء من هذا المحور أم سيكون تابع لإيران ضمن هذه الاتفاقات؟ أنا باعتقادي يجب أن يكون جزء من هذا المحور وليس تابع لإيران. العراق قوة اقتصادية يا أخي، عنده نفط، 90% من الموازنة العراقية يغطيها النفط. نعم. هو الثاني في إنتاج النفط بعد السعودية، حتى أكثر من إيران. انخفاض تكاليف استخراج النفط العراقي طن الواحد بخصوص دولار أو دولارين. نعم. من أرخص الضفوط العالمية بالعالم. النفط العملية السياسية لها رأي آخر باستمرار تبعيتها إلى إيران من أوسلو الخبير الاقتصادي. نشكركم دكتور. يجب أن نقف على أيدينا، يجب أن نخرج من تبعيتها إلى إيران. هذه ليست تبعية إلى إيران، هذا ما لا تراه أحزاب العملية السياسية. نشكركم. نعم. نشكركم الشكر الجزيل من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا لوجودكم معنا.